احنا معانا من بغداد على التليفون الدكتور طارق حرب، استاذ العلوم السياسيه. دكتور طارق صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام، تفضلي. اهلا بحضرتك دكتور طارق. خليني اسالك عن يعني ما تراه من الوضع الحالي داخل العراق، وخصوصا في ظل ما تشهده العاصمة العراقية بغداد من عضوب بعض المواطنين على التواجد في الشارع، تدني خلينا نقول مستويات الشراء والبيع، يعني مش زي المعتاد في ذات التوقيت من كل عام قبل بداية الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن نبدأ ونقول عام سعيد إن شاء الله، وعمر مجيد، وعيش رغيد، ويوم جديد لأهل مصر وأهل العراق ولجميع المسلمين والعرب ولكل الناس إطلاقا. لابد أن نكون فرحين وبهجين ومسرورين وسعداء بأن القادم من الأيام، القادم من الساعات، تكون أفضل مما أدبرت من ساعات وأيام. وندعو سبحانه وتعالى في هذا الشهر المكرم، الشهر الذي كما يقال اختاره واصطفاه سبحانه وتعالى كشهر عبادته، ان يعم اليسر والسعه والاحسان والمعروف والعفو والمغفره والتسامح، تلك القيم المبادئ الاركان التي جاء بها الدين الحنيف والتي يجب ان كما يقال يعمل بها في شهر رمضان، لانها موضع تقديس وفضيله ومنقبه ومأثره. سيدتي الكريمة، يعني ما تفضل به الجماعة عن الأسواق وعن الصلاة، أنا أقول شيء آخر، الشيء الآخر هي المسائل التراثية العراقية. يعني في شهر رمضان من دون الأشهر بأكملها، هنالك أشياء تراثية تكرر كل شهر رمضان، ألا وهي ما يسمى بلعبة الحابس، وهي لعبة يختص بها العراقيين فقط دون سواهم. ولعبات اخرى عاده هذه تبدا من الفطور الى ساعات السحور، ويحضر بها يلعبها الشباب بكل محله من المحلات. يعني الفريق فلان يمثل محله بغداديه، والفريق فلان يمثل محله بغداديه اخرى، وتصوري ان اهل المحلتين جالسين ويرون مثل هذه اللعبه ويرتبون عليها اثارا، كما ان لا يمكن ان نقبل بالنظره القاتمه المحتمه التي وردت على السن بعض. لا خير ان شاء الله، في بكانات كثيره ابيح قانونا، اباحت الدوله اجراء الصلوات وما فيها صلوات التراويح، والمساله كما يقال خاضعه لتقدير الموقف للساعات. نعم، نحو ما تفضلتي أن الأرقام تصاعدت، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى بمناسبة رمضان أمس عدد المصابين قل 2200 عن أول أمس، وكأنه يريد أن يشعرنا بأن هنالك رحمة ومغفرة منه سبحانه وتعالى. هذا الشعب، الشعب العراقي فرح بشكل كبير، يعني ما أقول أنه كالشعب المصري، لكن لا يقل عنه سعادة وسرورا بهذه الأيام. لذلك العادات التقاليد الموروثة من أهلنا من أجدادنا لا زالت سارية، تمام أنها محدودة مقلصة، لم تكن كالسابق مطلقة شاملة عامة، لكن مع ذلك لا زالت تمارس. نعم، وكما هو معلوم أنا بكل تأكيد كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكرك جدا الدكتور طارق حرب أستاذ العلوم السياسية، بشكر حضرتك على وجودك معنا.